درنا بريباراسيون في الصيف خويا الحمد لله يا ربي اليوم يعني اللي جوا راهم يمدوا الماكسيموم تاعهم لاعبين غير ماتش واحد في بلادنا رابحين 3 ماتش برا ان شاء الله نكملوا هكذا ويعني مازالت المشوار مازال طويل ومازال صعيب ما نكذبش عليك احنا ما احنا متمنين نلعب البطوله مي احنا ما القاعده اللي انا دايرها في ريسان نجيرو ماتش بماتش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللي يجي ان شاء الله مرحبا به احنا ما ناش باين نديروا لابريسيون على روحنا مام الجمهور راه يعرف هذا الشيء هذا ان شاء الله يا ربي مام الطاقم الفني راه يعرف كيحضر اللاعبين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذه المقابله هذه تخلينا نجيروا مقابله الجايه ان شاء الله بارتياح خير هلقى روحها في المذيع لا الحمد لله يا ربي فريق كما يقول لك بيت بيتي هذا وين كنت نلعب وما حصل لي شهر باش لعبت فيه بزاف الحمد لله عاودت وليت من الباب الواسع ان شاء الله يا ربي مع الطاقم الفني هذا يخليك ان شاء الله بلان فورم ان شاء الله يا ربي وي يا ان شانجمان d'organisation chez les Oranais. On a voulu passer à 3 derrière, on a vu que ça ne marchait pas parce qu'on ne l'a pas travaillé, on n'a pas eu l'occasion de le travailler, donc on a vite rectifié. Mais surtout, dans la possession, on aurait dû encore plus garder le ballon. Mais bon, après, il y a eu une poussée, une grosse poussée d'Oran. Voilà, mais je pense que dans l'ensemble, on a pas mal géré. On a pas mal géré. Voilà, je pense que c'est. On aimerait faire encore être encore mieux, mais je vous dis, on est encore dans l'apprentissage, hein. On progresse à chaque match, ça fait quand même 3 matchs à l'extérieur, donc c'est pas toujours évident, voilà. Mais bon, on est sur un bon parcours pour l'instant, malgré, bon, on joue tous les 10 jours, hein. Le calendrier nous a pas toujours arrangé, donc dès que l'adversaire marque un but, ça l'encourage ça lui fait repousser un peu des ailes, nous, ça nous met un peu plus en difficulté, donc je trouve que malgré ça, on a bien réagi, on est allé chercher le 3e but, puis après, il y a eu ce pénalty aussi qui était normal, quoi, qui a été sifflé normalement. Voilà. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est positif. C'est vrai que Hazima Morra a passé. Bon, vu les conditions, fait pas une semaine, amener deux matchs. Dès le départ, on a demandé le Rabeta. On a demandé le rapport Bachir pour tourner le match. Sinon, ils ont un jour ou deux jours. Je répondais par téléphone, message, une lettre, il m'a répondu. C'est anormal. Il m'a dit que le stade, le match de Rota, il est avancé. Il est dimanche. C'est la première mi-temps qu'on a fait 2-0, deuxième mi-temps, je crois que 2-1. Ils ont fait le maximum. C'est un arbitrage même vicieux. Donc, les conditions, l'équipe Tana, chaque fois, on a fait le maximum. Parce que la programmation en course, quand tout le monde est en course, c'est la galbe. Donc, le frère Tana, il y a un chef Tana, je crois que c'est un peu plus souffert de l'équipe. دونك الخساره ما كانش متوقعه اللعبه داروا كاع لي زيفور تاعهم سي فري اون كومي كيلكو زيرور ديفونسيف دو لا فاتيك كلش عملنا مع اون ايكيب صافي 10 جور مستوره ما لعبوش فريش تخد تقول بلي لو مير افكتيف في الجزائر لي مويان هذا هو جو بونس كو لا غالب ما اون ا بوسي وبوسي بوسي لا غالب لا ديفيت جاتنا وين ما كناش قارين فيها بريمي ميتور خصنا 2-0 بريمي ميتور جو ميتور معنا 2-1 ماغري لا فاتيك اون ا بي ماركي كونت اون ايكيب مريحه 15 جور تقدر تقول لي كيما صونا لي ميور جوار داوهم هما دونك ولي جوار تاعنا لعبوا في الكازون في كونديو في النو وكلش وداروا ان ديبلاسمون الي روتو في اللاس ونزيدو بيناليزو لعبوا بار ان ديموش ما كايناش هادي كاع اون دوموندي لو روبور هما عندهم كوبا راب جو كرو يلعبوا 24 ولا 25 قدو يلعبوا 26 قدو يلعبوا قدو مردي نورمال لعبوا مردي بوركوا با دونك هما خدموا لمسيا اكثر ما يخدموا لمسيا كوم لو ماتش كانوا قادرين يلعبوا تاع ليجما كوب دافريك واحد في المحلين
دونك اون اي فيكتيم تاع البرمجه وسلسله قلت لكم ولدي صافي بيان لونتو ما عندهاش اللي يضرب عليها. انا حسيت بلي الفريق تاعنا محقور معكم من ناحيه البروغراماسيون ولا من الناحيه الثانيه ندومو صافي بيان لونتو ندومو حقنا شركه لي موايا سيتادير باش نكونوا تاعنا كيما لامسي الرب الكريم. احنا ثاني اون ان كرون كلوب صافي من 2010 رانا حقنا ما كانش لي مورانا نقول الدواء pourquoi pas nous, sur la traque de la sur la traque de la Firzi, sur la Oran, dans une ville industrielle, on trouve dans Alger, c'est-à-dire l'MCL bénéficie de tout. Je suis allé à une ciné, tu as 150 milliards, alors que tu as 8 milliards. Il a beaucoup fait 4 jours, il a beaucoup de matchs. وزيد الرابطة كان يدوموندي ان روبون ما كانش، زيد يعطونا دو جور واحد اخرين ما كانش. الله غالب قال يقول لهم يفوت تروفي لي مويان راني نعطيهم دو جور روبو باش يريحوا بيان بيان عندي دي بليسي اللي خرجوا دو بليسي كان ان بليسي وهريات ان سيسبوندي كان اون فاتيك فيزيك سورتو مونتال لا ديفات مرات سيرت مي هذه لا في دو فوتبول تاع الفوتبول فيها خساره دونك يفو كوريجي لي زيرور هادو لي بيت اوكسيون تاني با لي بالاريتي مي دي فوا تاني دي فوا لا فاتيك دي كونسونتي اللعبه وكلش دونك يفو تروفي لي مون بور موتيفي اللعبه. الشامبيونات تاعنا سي فري الي مازال 25 ماتش يفو ترافاي بالك هادي لا ديفات تحنا ابواب واحد اخرين وتبين الغلطات بزاف وجيسبر تاني الغيورين على الفريق تاعهم تاني يحلوا المشكله تاع نمسيو. دونك سيرت جو ان دي جي جو وراني اونترينور دونك ماذا بيا الكابيتان يتحل وحده باش يدخلوا دي جون كومبيتون دي جون ستادير اللي يجيبوا بلوس نمسيو وبوكو بلوس سيرتو سيتو نقولها ونعاودها ونقعد نقولها ما قال نحلوا الكابيتان ويدخلوا الناس تسمى تاع نوفو اون سوسيتي اون كرون سوسيتي بور لو كرون كلوب وتكون كان اون بون جيستيون ان شاء الله. سي سخري اليوم فوز هام من وهران امام المولوديه، كيف تقيم لنا المقابله اليوم وكيف شفتها؟ مقابله كانت جميله جدا الحمد لله، كانت اراده من 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 طرفين دي دو كوتي، الحمد لله شفنا مقابله جميله، لعب جميل، نهضر على فريقي سي توتا في نورمال، لاعبين كانوا يعني بلوك واحد، الحمد لله كانت كاينه الاراده وهذه هي القوه تاع الفريق اللي هذا العام في مولوديه الجزائر. كاين يعني التجربه، كاين الاخلاص، كاين العمل، كاين الجديه، كاين الصدق تاع المسيرين والحمد لله ربي العالمين جزانا وفرحانين كثير بهذه النتيجه. سخري جوستومون الصدق تاع المسيرين اللي جاو، انت جيت بمشروع، جيت النهار الاول قلت جيت باش نلم اسره المولوديه. نعم انا نقول المؤسسات الناجحه هي المؤسسات اللي تخدم مع اولادها. اون فرونسي يقولوها يقول نقولوا باللي لي زونتربريز كي ريوسي سون سيل كي اونت اون نام. الروح تاع الفريق، الروح تاع الفريق هي ابناء النادي، ابناء النادي الخالصين المخلصين. انا نقولها ديما ونعاودها، ماهوش من هبه ودبه نقول له ابن الفريق، كاين ابن الفريق ولكن بلاصتو في المدرجات، ولكن ابناء الفريق الحق تاع ربي بلاصتهم معنا ونخدموا يد في اليد باذن الله سبحانه وتعالى. احنا هذا هو يعني المشروع تاعنا، هذه بور يعني فيديري لا فامي مولوديا، نعاودوا نتحدوا. احنا رانا نعملوا بكل ما في وسعنا ان شاء الله باه نحققوا نتائج هذا العام ونرجعوا يعني للفرحه والبهجه لمناصري نادي مولوديه الجزائر اللي هما وانا اول مناصر يعني متعطشين يعني لهذه النتائج الجيده والايجابيه باذن الله. باذن الله سبحانه وتعالى راح ان شاء الله نجيب لهم الفرحه ونعطي لهم كل ما كل ما كل ما راهم حابين ان شاء الله. بالنسبه للاهداف تاع الفريق المسطره لهذا الموسم، يعني اي فريق يعني اللي بحجم يعني فريق بحجم نادي مولوديه الجزائر من المفروض يلعب على الالقاب. احنا ان شاء الله راح نديروا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش نهديوا على الاقل لقب الى مولوديه الجزائر ان شاء الله. سي سخري في الاونه الاخيره تداولت بعض المواقع التواصل الاجتماعي او الاخبار نيه الشركه المالكه سوناتراك تحقيق فتح تحقيق معمق على ما يجري في مجلس الاداره، ماذا يدور في بيت المولوديه؟ ما يدور حتى حاجه يعني برك الناس برك كيما نقولوا اون فرونسي لي جون بوليميك ان تي بو مي اوديت ان اوديت سي يعني الناس باش تفهم اوديت هي مراجعه تسير
هذا ما كان. يعني احنا انا شخصيا لما تنصبت على راس مولودية الجزائر طلبت انه يكون يعني اوديت، واوديت راح يخلينا نشوفوا كل تسيير يعني ب ب ب ب بشفافيه، وراح نشوفوا الارقام، وراح نشوفوا يعني لي زانفستيسمون لي بون لي بون زانفستيسمون راح نشوفوهم، لي موفي راح نشوفوهم، اي افيك سي لي ريزولتا ان شاء الله راح نعالجوا هذه المشاكل، وباذن الله راح كونترا راح تكون حاجه ايجابيه لينا احنا بالنسبه لينا. انا ليا شخصيا انا قلت لك كنت اولا انا الاول اللي طلبت يعني تكون اوديت، واوديت هذه راح تخلينا يعني نتحاسبوا احنا على تسييرنا من الان فصاعدا. هذه هي ان شاء الله.